بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، جمهورنا الكريم، لازلنا نتواصل معاكم ونحن دائما نتواصل مع هذه الانطلاقات الجميلة والمميزة ما شاء الله الدائمة على أرضية هذا الميدان. منذ لحظات ينطلق شوطنا الرابع، شوط الجحدان، شوط ماي استهام به، شوط تحضر فيه الشعارات الذهبية والشعارات الذي لن نتحدث عنها نحن الإعلام، إنما التاريخ دائما يشهد لهذه الشعارات. شوطنا الرابع خصوص الجعدان، نذهب بصدارة الشوط. هملول محمد بن سيد بن حسين العليلي النقله على المركز الثاني، اللي في المركز الثاني هناك اللي هو الخوار لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب محمد بن عبد الدبيلة، بينما اللي في المركز الثالث من الجانب الثاني مليح لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن علي بن واس. المركز الرابع اللي في المركز الرابع هناك ملفت خليفة بن محمد بن حيد، وفي المركز الخامس من الجانب الثاني بقول هناك رعد. في المركز الخامس ايضا ابغي اتعرف عليه احمد بن عبد الله بن هلي، بينما اللي في المركز السات ادهم محمد بن احمد بن حلوه، وفي المركز السابع لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم اللي هو ابلول لمحمد بن عبد الدبيله في عمل التضمير، وفي المركز الثامن هناك السبع في ثامن المراكز لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوب وسعيد محمد بن حزيم، وفي المركز التاسع الله يا شاهين لسعيد بن مطر بن علي بالساحة الاجنبي، وفي المركز العاشر والاخير شاهين لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب مع حمد بن راشد بن غدير الشبي. هكذا ايها الاخوة كانت النتيجة، هكذا كان الوصف، هكذا كان النداء للعشرة المراكز الاولى، واللي يبغي الناموس يا مرحبا به في 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 النداء بعد النداء الاول. خلاص نكتفي بالخمس. الله يا ملفت غير على الصدارة، الفت الجماهير بصورته المميزة والجميلة هناك مع المرعوش في الشوط اللي قبل هذا، ولكن هنا يأتي ملفت خليفة بن محمد بن حيد المهيري النقلة على أدهم محمد بن أحمد بن حلوة، صبا في المركز الثاني لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد محمد بن حزيم، وفي المركز الرابع اللي في المركز الرابع رعد هنا أحمد بن عبد الله بن هلي وشاهين بخامس المراكز لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب حمد بن راشد بن قدير. هكذا هي النتيجة أيها الإخوة للمراكز، ذعناها عليكم بالفت تمام. غير النظرية ملفت، بدأ يباعد بالمسافة الكيلو الأخير افتح بابك يا كيلو. مرحب بهذه الشعارات، رحب بهذه الأسامي المرموقة ما شاء الله. خليفة بن محمد بن قحيد هنا مع الملفت اللي مسيطر على المركز الأول حتى هذه اللحظة، مسيطر على مقدمة الشوط، غير مشاهين اللي تسلل ما شاء الله من موقع إلى موقع، يتسلل من موقع إلى موقع لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب مع الواثق حمد بن راشد بن قدير. وصل بالدنة احمد بن عبد الله بن هلي يظل يقدم رعد ما شاء الله، وفي المركز الثالث ادهم محمد بن احمد بن حلوى، المركز الرابع شاهين لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب حمد بن راشد بن اختير. هكذا كانت النتيجة، طارت الطيور بزاقها. الله يا ملفت شاهين بدت السرعة تزيد، بدت النظرية تتغير، إلى أين سوف يتجه السلام؟ ما شاء الله يا ملفت في المركز الأول، مسيطر على مقدمة الشوط، صامد على مقدمة الشوط، سق الله دارك يا أبو راشد، يروي من ميدان الطيلة هناك سعبيل، يا سلام، تهانينا للمرة الثانية، خليفة بن محمد بن حيد المهيري، والتهاني دائما لك يا أبو راشد، داعم هذا الشعار، داعم هذه العزمة، دائما بهذه الأسامي الجميلة والمرموقة. المركز الثاني لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب، المركز الثالث
لأحمد بن عبد الله بن هلي المركز الرابع سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم المركز الخامس لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. تهانينا لمالك ملفت خليفة بن محمد بن كعيد المهيري بمناسبة فوز المركز الأول، والتهاني دائما لهذا الشعار المرة الثانية. 4 دقائق 40 ثانية و22 جزء الثاني، تهانينا والناموس.